بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهاجي الشافعي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. من أمثلة المتشابه في القرآن بقى، أحيانا يقدم حاجة في آية ويأخرها في آية تانية. فهنجيب لك مثال هنا في سورة البقرة، وكلكم حافظين سورة البقرة. فأول سورة البقرة بتقول إيه؟ يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. كويس؟ بعدها بكم ربع كده، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، قدم العدل قبل الشفاعة، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. إيه العلة بقى؟ هل هو تنويع العبارة حتى لا يمل السامع، ولا في حكمة ومعنى داخل الآية؟ فهمت بقى؟ هو هيبحث في الحتة دي النهاردة. ومن أمثلته قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. شوف، قدم الشفاعة الأول، ولا يؤخذ منها عدل. دي آية 48 في سورة البقرة. ثم قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، قدم العدل هنا، ولا تنفعها، ما قالش بقى ايه وايه، ما قالش يقبل شفاعة، قالت لا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. وفيها سؤالان، انا اقولها لك باختصار كده الاول، حكم انت بتحب الحكايه حكايه الاول. الشفاعه دي عباره عن ايه؟ عباره عن شافع ومشفوع فيه وشفاعه، مش كده؟ برضه شافع زي النبي، والمشفوع فيه امته، يا رب اغفر لهم. وبعدين في بعد كده يا رب اغفر لهم، دي هي نفس الشفاعه، والشافع هو النبي، والمشفوع فيه مين؟ أهل العظم عاصي من الأمة، مش كده برضو؟ الآية الأولانية بتتكلم على الشافع، يعني النفس التي أشركت بالله وماتت على الكفر ما ينفعش فيها شفاعة الشافعي. فبتتكلم على إيه؟ على نفي الانتفاع بشفاعة الشافعي، يوم لا تنفعها شفاعة. يبقى الآية الأولانية بتتكلم على مين؟ على ان شفاعة الشافعين لا تنفع النفس التي ماتت على الشرك وايه واصرت عليه. فهمت بقى ازاي؟ لان اليهود كانوا بيقولوا احنا ابناء الانبياء، والانبياء هيشفعوا فينا، مش معقول هيسيبونا يعني. فبقوا نايمين على كده، يعملوا اللي هم عايزينه من معاصي، يقول لك ما احنا ابائنا بقى انبياء وهيشفعوا فينا. طب ما احنا كلنا اولاد ادم، وادم نبي، اشمعنى بقى ما قلناش ان احنا ابناء؟ ما كلنا ابناء انبياء، كل من يسير على وجه الارض ابناء انبياء، مش كده برضو؟ وبالتالي اليهود لما قالوا كده اعتمدوا على شفاعة الشافعين. فربنا قال لهم في الآية الأولانية: مش هتنفعكم شفاعة الشافعين يا مجرمين، لأنكم قتلتم أنبيائي وأشركتم بي وكفرتم وكذبتم ببعض أنبيائي. فشفاعة الشافعين اللي انتم معتمدين عليها دي مش هتنفعكم. ومش كده وبس، ولا يؤخذ كمان ما هذه النفس الشافعة عدل، يعني مش هيدفع لكم حتى ايه يعني فداء يفديكم مقابل يعني. كويس؟ فنفع عنهم انتفاعهم بشفاعة الشافعين في الآية الأولانية. طب والتانية بقى بتتكلم عن النفس المشفوع فيها بقى الآثمة، واخد بالك؟ النفس الآثمة اللي هي ايه؟ اللي هي بيقول فيها ايه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، لأن النفس الآثمة عايزة إيه؟ تدفع فداء عشان ربنا يعفو عنها، العدل اللي هو الفداء.
يا رب خد مني اللي انت عايزه بس اغفر لي. فاهم؟ ادي العدل، العدل اللي هو الفداء. فاهم؟ يوم لا يقبل منها عدل. ولا تنفعها ايه؟ ولا ايه؟ ولا تنفعها شفاعة. يوم لا يقبل منها عدل ولا ايه؟ تنفعها شفاعة. يعني النفس الآثمة لا تنتفع بشفاعة الشافعين. يبقى الآية الثانية بتتكلم على النفس الآثمة، والآية الأولانية بتتكلم على النفس الشافعة. واضح؟ فهمت بقى الفرق؟ دي خلاصة الموضوع. نقرأ بقى كلام الشيخ عرضها ازاي. فيها سؤالان، احدهما انه سبحانه في الاولى قدم نفي قبول الشفاعة على اخذ العدل، والعدل اللي احنا قلنا ايه؟ الفداء. وفي الثاني قدم نفي قبول العدل على الشفاعة. السؤال الثاني انه سبحانه وتعالى قال في الاولى ولا يقبل منها شفاعة، وفي الثانية قال ولا تنفعها شفاعة، فغاير بين اللفظين. فهل ذلك لمعنى يترتب عليه أو من باب التوسع في الكلام والتنقل من أسلوب إلى آخر كما جرت عادة العرب؟ الجواب أن القرآن الحكيم وإن اشتمل على النقل من أسلوب إلى آخر لكنه يشتمل مع ذلك على فائدة وحكمة. يبقى المسألة مش مسألة تنويع عبارة بس، لا، مع تنويع العبارة في حكمة. قال الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن إيه؟ حكيم خبير، ما قالش غفور رحيم. يبقى في حكمة من تفصيل الآيات وترتيب الآيات، لأنه عقب بالآية من لدن إيه؟ حكيم وخبير، ولم يقل من رحمن ولا رحيم للتنصيص على أنه لابد من الحكمة. وهاتان الآيتان اللي هم هنتكلم عليهم في قبول الشفاعة والانتفاع بالشفاعة كلاهما في حق بني إسرائيل، وكانوا يقولون إنهم أبناء الأنبياء وأبناء أبنائهم وسيشفع لنا آباؤنا، فأعلمهم الله أنهم لا تنفعهم الشفاعة ولا تجزي نفس عن نفس شيئا. وتعلق بهذه الآية طبعا المعتزلة على نفي الشفاعة، لأن المعتزلة نفوا الشفاعة في أهل المعاصي، نفوها الشفاعة. قال لك ازاي؟ لابد اهل المعاصي يتعاقبوا، مفيش حاجة اسمها شفاعة، هو في كوستة في الآخرة؟ فهم؟ دمين المعتزلة، ومشي على رأيهم ده بعض الناس المعاصرين، وهذا خطأ. واضح؟ لأن الشفاعة ثبتت في القرآن، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى ربنا لابد إيه؟ يبقى في شفاعة بس بإذنه سبحانه. وقد أذن لنبينا، وأذن للملائكة، وأذن للصالحين، وأذن لأهل القرآن، وأذن للشهداء، دول أذن لهم أن يشفعوا. وثم أن الشفاعة محصورة في الانتفاع بها لمن مات على الإسلام وكان من أهل المعاصي، لكن لو مات على الكفر لا تنفعه الشفاعة. واضح؟ يبقى نفي الشفاعة في اللي مات على الكفر، وإثبات الشفاعة في اللي مات على الإسلام وتلبس ببعض المعاصي، زي معظم أمة النبي كده، زينا كلنا، احنا خلطنا عمل صالح وعمل سيء. لو متنا على الإسلام يجي النبي يشفع فينا في عملنا السيء طالما متنا على الإسلام، لكن لو واحد مات على الكفر لا تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى المعتزلة لما قالوا لا تنفع الشفاعة مطلقا سواء كان ميت عاصي مؤمن أو كافر، خالفوا صريح القرآن وخالفوا السنة. فهمت ازاي؟ المهم الزمخشري انت عارف انه معتزلي، وفي كتاب الكشاف بتاعه دندن على هذه الآية كثيرا عشان يثبت مذهبه ان الشفاعة لا تنفع ولا تقبل. واخد بالك ازاي؟ طبعا الاسكندري اللي هو ابن المنير في ايه؟ في كتابه الانصاف من الكشاف رد عليه بقى في الهوامش، وقال له لا لا ده فوق بقى يا زمخشري، المسألة مش كده، وقال له كلام زي اللي قلته لك انا، ان الشفاعة التي لا تنفع دي للكافر، اما الشفاعة التي تنفع دي للمؤمن العاصي، ثبتت في القرآن وثبتت في السنة. واضح؟ لكن المعتزلة لم ينكروا الشفاعة الاولى اللي هي ليبدأ الحساب، ما انكروهاش دي. هو النبي ليه شفاعات كتيرة، الشفاعة الاولى اللي هو ايه؟ لما الامم تذهب للانبياء عشان ايه؟ ربنا يبدأ الحساب بقى ويطول اليوم، يوم اما ايه
سيدنا آدم يدلهم على سيدنا نوح، سيدنا نوح يدلهم على سيدنا إبراهيم، وهكذا إلى أن ينتهوا إلى سيدنا رسول الله. هنا بقى يسجد ويشفع ويقول اشفع تشفع وسل تعطى. الشفاعة دي لم ينكرها أحد ولا المعتزل، المعتزل اعترفوا به، لكن المعتزل أنكروا الشفاعة في أهل المعاصي اللي ماتوا مصرين عليها إن ما لهمش شفاعة ولو ماتوا على الإسلام. فهمت بقى؟ لازم تحرير نقطة الخلاف مهم. يبقى المعتزلة ما أنكروش كل الشفاعات، أنكروا شفاعات معينة متعلقة بأهل المعاصي من مات، لكن الشفاعة العظمى لبداية الحساب ما أنكروهاش. وقل من نبه على هذه الموضوع على فكرة، لأن كثير من الناس يقول لك المعتزلة أنكروا الشفاعة والسنة أثبتوا الشفاعة. لا، المعتزلة أنكروا شفاعة معينة مش كل الشفاعات. فهمت بقى؟ وذكر الله في الآيتين النفس متكررة، ثم أتى بضمير يحتمل رجوع إلى الأولى أو إلى الثانية، وإن كانت القاعدة عود الضمير إلى الأقرب، ولكن قد يعود إلى غيره، كقول تعالى أحيانا يعود الضمير إلى غير الأقرب. هيجيب لك مثال: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. الله، ضمير تسبحوه يعود إلى الله، وتعزروه وتوقروه الضمير يعود للنبي. فهمت بقى ازاي؟ فالضمير هنا يعود الى الله، ومذكور ايه؟ ليس اقرب مذكور، ده اقرب مذكور هو النبي، فقد يعود الضمير ليس على اقرب مذكور. فهمت بقى ازاي؟ في بعض الامثله يعني. فالضمير في التعزير والتوقير راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التسبيح عائد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متقدم على ذكر النبي، فعاد الضمير على غير الأقرب. ده مثال يعني عشان يقول لك. إذا علمت ذلك فقوله في الأولى ولا يقبل منها شفاعة، الضمير راجع إلى النفس الأولى وهي الشفاعة الشافعة لغيرها، وهي الشافعة لغيرها. صلح الكلام، كاتب الشفاعة لغيرها، النفس الشافعة لغيرها، صلح. وهي الشافعة، بس ما تشطبش الكلمة، صلح فوقيها بس وسيب الخطأ زي ما هو مكتوب. وهي الشافعة لغيرها. فلما كان المراد في هذه الآية ذكر الشفاعة للمشفوع له، أخبر أن الشفاعة غير مقبولة للمشفوع احتقارا له وعدم الاحتفاء به، وهذا الخبر يكون باعثا للسامع في ترك الشفاعة إذا علم أن المشفوع عنده لا يقبل شفاعته. يعني الأنبياء لما يعرفوا أن ربنا لا يقبل الشفاعة في مجموعة معينة مش هيشفعوا فيهم، لأن هم مش هيخالفوا مراد الله. فاكر أنت حديث اللي يزاد عن الحوض، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فالنبي يقول إيه؟ سحقا سحقا، فترك الشفاعة فيهم. يبقى الأنبياء الذين يشفعوا إذا علموا أن هناك طائفة الله لا يقبل الشفاعة فيهم لا يشفعوا فيهم، خلاص. فهمت بقى؟ فيكون التقدير على هذا التفسير لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة لو شفعت، يعني وهم لا يشفعون، فيكون ذلك مؤيسا لهم فيما زعموا أن أباءهم الأنبياء ينفعونهم من غير عمل منهم. وقول ولا يؤخذ منها عدل، إن جعلنا الضمير في منها راجعا إلى الشافع أيضا، فقد جرت العادة أن الشافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفوع عنده شيئا ليكون مؤكدا لقبول شفاعته، فمن هذا قدم ذكر الشفاعة على دفع العدل. وإن جعلنا الضمير راجعا إلى المشفوع فيه فهو أحرى بالتأخير، ليكون الشافع قد أخبره بأن شفاعته قد قبلت، فتقديم العدل ليكون ذلك مؤسسا لحصول مقصود الشفاعة وهو ثمرتها للمشفوع فيه. يعني أنت لما بتروح تشفع في واحد، وبعدين اللي بتشفع في الواحد ده عند من بيده الأمر، إن لم يقبل شفاعتك مباشرة يقولك طب تضمنهولي إزاي؟ إيه الضمان؟ الضمان اللي هو العدل. فهمت بقى ازاي؟ يبقى العدل هو الضمان للايه؟ للمشفوع له، للمشفوع عنده في المشفوع له. فهمت بقى ازاي؟
ان يبقى ده العدل المقابل. فاذا كان لم لا نفى الانتفاع بالشفاعه يبقى ينفي قبول العدل من باب اولى، يعني بيقسهم خالص. فهمت ازاي؟ بيقسهم خالص. ليه؟ لانهم قتلوا الانبياء وكفروا، فمش هينتفيلوا بالشفاعه، لان ربنا قال في الكفار ايه؟ لا تنفعهم شفاعه الشافعين. واما الايه الثانيه فالضمير في قولي منها عدل، لا يقبل منها عدل، يعني راجع الى النفس الثانيه، وبدا بايه؟ بالعدل. لان الانسان لما بيبقى مذنب وجاي كده بيقابل ربه بيبقى عايز ايه؟ يدفع اي حاجه كده مقابل ان ربنا يعفو عنه. يا رب خد حتى من حسناتي، خد حتى من اللي انت عايزه. اسمه ايه؟ العدل المقابل. فلما ربنا يرفض يقوم يبتدي يفكر في حد يشفع فيه بقى. فهمت بقى ازاي؟ فالضمير في قوله منها عدل راجع الى النفس الثانيه، وهي النفس التي هي صاحبه الجريمه اللي هي المشفوع فيها بقى. فلا يقبل منها عدل، لان العاده بذل العدل من صاحب الجريمه يكون مقدما على الشفاعه فيه. العدل اللي هي الغرامه او الايه؟ او الضمان المقابل يعني. ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصودي، فناسب ذلك تقديم العدل الذي هو الفدية من المشفوع له على الشفاعة. ففي هذه الآية بيان أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها، ولا تنفعها شفاعة شافع فيها، وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من طلب ذلك منه. ولهذا قال في الأولى ولا يقبل منها شفاعة، وفي الثانية ولا تنفعها شفاعة، لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع وتنفع المشفوع له. كلام واضح بقى؟ طيب. وقال الراغب، اللي هو الراغب الأصفهاني الأديب المشهور المفسر، قال إنما كرر لا فيهما على سبيل الإنذار بالواعظ إذ وعظ لأمر، فإنه يكرر اللفظ لأجله تعظيما للآمر. قال وأما تغييره النظم، شوف ألا تقبل شفاعة ولا تنفع، كرر لا، كان ممكن لا تقبل شفاعة وعدل، لا كرر لا كذا مرة للتأكيد على عدم القبول وعدم الانتفاع لزيادة الزجر. فهمت؟ قال وأما تغييره النظم اللي هو الترتيب، مرة تنفع الشفاعة ومرة تقبل الشفاعة ومرة إيه العدل وهكذا، فلما كان قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمة لم يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى. يبقى الراغب ما قدرش يجيب لك فرق واضح. فهمت إزاي؟ ده كلام الراغب الأصفهاني، بخلاف الإيه؟ التأويل الأولاني، إنه بين لك إن الآية الأولانية في الشافع والآية الثانية في المشفوع فيه. وقال الإمام فخر الدين اللي هو الإمام الرازي في كتابه لما كان الناس متفاوتين، فمنهم من يختار أن يشفع فيه مقدما على العدل الذي يخرجه، ومنهم من يختار العدل مقدما على الشفاعة، ذكر سبحانه وتعالى القسمين، فقدم الشفاعة باعتبار طائفة وقدم العدل باعتبار أخر. ده تأويل تاني. قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى الظاهر أنه سبحانه وتعالى إنما نفي قبول الشفاعة لا نفعها، نفى قبول الشفاعة ما نفاش إيه؟ الانتفاع بالشفاعة، ونفي أصل العدل الذي هو الفداء، وبدأ بالشفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل العدل الذي هو الفداء على ما هو المعروف في دار الدنيا. وفي الآية الثانية أنه لما تقرر زيادة تأكيدها بدأ فيها بالأعظم الذي هو الخلاص بالعدل، وثنى بنفع الشفاعة فقال ولا تنفعها شفاعة، ولم يقل لا تقبل منها شفاعة، وإن كان نفي الشفاعة يستلزم نفي قبولها، لأن الشفاعة تكون نافعة غير مقبولة وتنفع لأغراض من وعد بخير وإبدال المشفوع بغيره، فنفي النفع أعم. فلم يكن بين نفي القبول ونفي النفع بالشفاعة تلازم كما ادعاه الراغب، وكان التقدير بالفداء الذي هو نفي قبول العدل ونفي نفع الشفاعة شيئين مؤكدين لاستقرار ذلك في الآية الثانية. ومما يدل على أن نفي الشفاعة أمر زائد
على نفي قبولها أنه سبحانه لما أخبر عن المشركين أخبر بنفي النفع لا بنفي القبول، فقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال لا تنفع الشفاعة عنده. وفي الحديث الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب؟ فقال وجدته فنقلته إلى ضحضاح من النار، مع علمهم أنه لا يشفع فيه. فإن قيل ليه؟ لأن كل من مات على غير الإسلام لا يشفع فيه، الشفاعة بتستحق من مات على الإسلام. فإن قيل فقد قال في آخر السورة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فنفى الشفاعة ولم ينف نفعها. قيل من باب زيادة التأكيد أيضا، فإنه سبحانه ذكر في هذه الآية الأسباب المنجية في الدنيا ونفاها هناك، وهي إما البيع الذي يتوصل به الإنسان إلى المقاصد، البيع اللي هي البيعة، يعني ما يبقى في بينك وبين ناس عهد بتبقى ضامن إن هم مش هيأذوك، يبقى البيع بمعنى البيعة مش بمعنى البيع والشراء، البيع هنا بمعنى العهد، فهمت؟ أو الخلة، أو هناك صداقة، واحد صديقك وبيحبك ممكن ينفعك بهذه الصداقة، اما تخش كده في مصلحة وتلاقي واحد صديقك تضمن ان ايه؟ ان مصلحتك هتتقضي بسرعة، مش كده برضو؟ فالخلة بتنفع برضو، والعهد انك انتوا متعهدين مع بعض انك ايه؟ انك انت تخدم اهل بلدك، فتلاقي واحد ايه؟ موظف كبير هناك، انت من بلد ايه؟ فلانة، وانا من بلدي، الله ده احنا بلديات، يبقى ضمنت كمان هينفعك بسبب العهد، ان اهل البلد الواحدة بينفعوا بعض، فهمت ازاي؟ مش دي اللي بيحصل في الدنيا؟ فبرضه في الاخره بقى مفيش كده، لا بلديتك هينفعك ولا قريبك هينفعك ولا صاحبك هينفعك ما لم تؤمن بالله وتموت على الاسلام، فهمت بقى ازاي؟ او الخله التي هي كمال المحبه، وبدا بنفي المحبه لانه اعم وقوعا من الصداقه والمخاله، وثنى بنفي الخله التي هي سبب لنيل الاغراض في الدنيا ايضا، وذكر ثالثا نفي الشفاعة أصلا وهي أبلغ من نفي قبولها، فعاد الأمر إلى تكرار الجمل في الآيات ليفيد قوة الدلالة. ونقف عند هذا الحد ونكمل يوم الخميس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.